ضيف حلقتنا هو غابر مغربي. مالا معكم سبعة في برنامج بلا زواق، مرحبا بكم. سبعة مرحبا بك معنا في برنامج بلا زواق. الله يحفظك. سافا؟ شكرا. مرحبا بي عندكم، مرحبا بكم عندي في الدار. مرحبا بك. رمضان مبارك سعيد. علي دا وعليك، نفسيتك كي دايره؟ لا الحمد لله. واخا مولفين شويه الخروج ومولفين الخدمه وداك الشيء، هذه واحد التجربه جديده اللي عاش الانسان. نورمال الانسان كيتقرب من الوالدين شويه وتتقرب من العائله، ومني تريحت مع البنيه شويه وريحت مع العائله كنت ريني في الدار. اغلبيه كنكون في البيرو مريح تنكتب، مع جاتني مع واحد الوقيته ديال الالبوم قدام عليه، كان خاصني نكتب. استغليت هذه الفرصه انني نبدا نكتب في الالبوم، يعني تقريبا راه ضربت فيه شي اكثر من النص الحمد لله. الحمد لله. وشويه القرايه وشويه السبور مره المهم تنعمروا الوقت ما تنخليوش الفراغ. فكرتي تكتب على شي اغنيه على كورونا؟ لا صراحه لا. ما جاتش في بالك ولا ما تفكرش فيها؟ لا ماشي قضيه ما جاتنيش في البال، مي ما دابا واحد التجربه اللي باقا جديده يلا عشناها، ولكن ما عرفناش عليها بزاف الحوايج غادي تهضر عليها، دونك ما مازال يدوز عليها الوقت شحال مازال تقدر. جاتك الخلعه بسبب كورونا ولا شي نهار ما جاكش النعاس؟ صراحه لا، ما كاين لا خوف لا والو، ما كاين لا خلعه لا والو، ولكن ضروري من الاحتياط، يعني انا عندي الكمامة زيادة تبيع إلى حدا الوقاية. أوكي. حيت كاين الفرق ما بين زعما كاين الفرق ما بين الخوف وما بين الوعي، يعني الإنسان واعي. أنا تنعقم يديا ما تنريحش مع زعما الجماعة وبنادم وداك الشيء، أغلبية كنكون في الدار الكمامة ديالي وكاع هذوك الشروط اللي دايرينهم تنديرهم وصافي، يعني إلا تصابيتي ديك الساعة مرحبا معاك. وشنو هو دور الغابور في هاد الظروف الاستثنائية اللي كنعيشو دابا بسبب كورونا؟ هو دور كل فنان، حنا ما نهضروش على زعما بصفة عامة، دور كل فنان هو كيكون عندك واحد الناس متبعينك كتحاول انت داك الشيء اللي تدير، لا ديك المعلومات اللي تيقولوهم حتى تبارطاجيهم مع ديك الناس اللي متبعينك، ربما تقدر توعي بزاف الناس اللي متابعينك. فهمتي هو اللي بان لي الدور اللي كاين دابا. والانسان لا الصدقه، الانسان يدير الصدقه ولكن داكشي دا تصاور اش ما قلب كيدير الصدقه بالاشهار ولا بلا اشهار؟ الصدقه كتجيني بلا اشهار، بلا اشهار، بلا ما واحد يصور. حتى الاشهار حتى الا درتي اشهار ليها تقدر تموتيفي واحد اخر يدير الصدقه، ولكن كل واحد وشنو تيبغي. اوكي كاين اللي ما كيبغيش يبينها وكاين اللي كيبغي يبين. شكون هو الغابور اللي كنتي واخد عليه نظره ما هياش، وفين شفتي هذا الحملات التحسيسيه؟ خرج كيهضر في لي لايف لي فيديو، عجبك الحال وبغيتيه اكثر؟ ويا الصراحه انا باللي أو ما كنكذبش إذا كنقول فيه شي، بان لي المغرب كامل داير ليف جديد، واش فهمتي؟ ما عرفتي فاش كندخل الانستغرام تتلقى بزاف طروابا دايرين ليف جديد، فهمتي؟ وتا إنسان عادي يعني ماشي فنان تيبان لك داير ليف جديد، زعما كلشي تطوع في يعني هادي هي الفرصة اللي عرفنا فيها الإنسانية بأن راه كاينة في المغرب. هذه نقطة إيجابية عرفناها، شنو هي النقطة السلبية اللي عرفتيها؟ النقطة السلبية وهي واحد النسبة قليلة، نسبة قليلة ديال واحد فئة الناس اللي ما توعوش باقي بنادم تيخرج، باقي فهمتي يعني تيخرج غير هكاك ماشي خارج باش يجيب شي حاجة، عارف خارج بصح هذه كاينة واحد النسبة قليلة. ما كرهناش يكون داكشي 100% بنادم ان شاء الله. حنا كنعطيو الصوره ديال المغرب للدول الاخرين، يقولوا بان المغرب راه كاين حتى هو كاين انسان واعي. كتشوف والديك؟ انا راه والدي حدايا، راه هما تحتي وانا فوق منهم. الحمد لله سي بيان. تصورك وكان والديك معادل عليك. تنشوفهم كل نهار، تنشوفهم غاية توحشنا نبوسو ليهم يديهم، توحشنا ديك التعميقه، توحشنا
نهار جاتك البكية يعني بغيتي تبوسي الأم ديالك أو تعنقها أو لو كونتخيغ؟ على من دوك الناس اللي شدار يقول الاحاسيس ديالهم مثلا، فهمتي؟ باينة ضحك غير في ميزانه صوتك، وشكرا. باينة في صوتك انت دابا باين تخيست حزين شوية ضروري على علاش؟ ممكن ولكن الانسان تيحاول حتى في الازمات فين تتبان القوة ديال الانسان، فهمتي؟ خصك وشنو اول حاجة غادي دير من بعد الحجر الصحي؟ غنمشي للبحر نيشان. تمشى للبحر، شنو ناوي دير من بعد الحجر الصحي؟ يعني اعمال؟ بتبدلات لك الرؤيه ديالك؟ شنو كيفاش وليتي كتشوف اليوم الدنيا بارابور لقبل؟ الصراحه باقي زعما باقي الاهداف هما الاهداف، باقي خدام في الدار بحال راني خدام، غير شي خدام في الدار كنتسناو يحيد هذا الوباء هذا ان شاء الله باقل ضرر، وغادي نكملوا الخدمه كيف ما كنا شحال هذه، يعني ما عادي حيت الاوبئه راه من عهد الرسول وكان كيجيو الاوبئه. خابيا استضفت ضيوف فنانين، طرحت عليهم السؤال واش الفنان متضرر يعني ماديا بهذا الشيء اللي كنعيشوا، واش يستافد من الصندوق ولا لا؟ كاين اللي مع ان بعض الفنانين يستافدوا من الصندوق وكاين اللي ضد. اجابتك؟ راه الفنانين ربما وقيلا هذه الوقيته فين خاصهم ما يعطيو باقي، انا ما عمري لا ما كنقولش عامة، ولكن إذا كان عندهم اللي عنده يعاون، واللي ما عندوش الله يحسن العون مجبور. عشتي شي قصة حزينة مؤخرا تحت الحجر الصحي؟ يعني نتايا عايش الحجر الصحي وهادشي الظروف الاستثنائية وزادت عليك شي حاجة أخرى؟ صراحة لا، أنا بواحد الفيديو اللي أثر فيا ديال واحد الدريري الصغير، كانوا ربما غتكون شتي، واحد الدريري الصغير كان لابس اللبسة ديال لأنه مصاب، وكانوا يلاه كانوا كيصفقوا عليه، هذيك هي صراحة أكثر حاجة أثرت عليا أنا في الفيديو. الحمد لله راه ولا لاباس، تشافى. تشافى الحمد لله. بنتك شنو كدير معاها؟ بنتي تندوز معاها تقريبا الحمد لله مع الحجر الصحي، وليت كندوز معاها اوقات بزاف، جيب لها اللعاب ديالها وداكشي، و تنبقى نصغر راسي حتى كنولي دري صغيور، و تنبقى معاها بحال معاها شي واحد صغيور باش يلاه تنسجم معاها. شنو الحوايج اللي اكتشفتي مع بنتك يلاه مؤخرا بسبب هذا الحجر الصحي؟ اكتشفت ان هي اللي كتوضر تيك موم ديما، كنحل تيك موم ما جوعاش هي اللي تتوضر صراحه. عرفتي كنت درت لهم ستوري قلت لهم كنت قلت لها وي ان فيني تيك موم ديما تتوضر لي تيك موم. الله يخليها لك. شنو الحاجه اللي اكتشفتي فيها من غير ديال التليكوموند اللي فريمون قلتي ما كنتش كنتظر ان بنتي تكون فاهمه هاد الحاجه او عارفه هاد الحاجه؟ في الحجر الصحي بعدا بداش كتهضر، اوكي، بداش كتنطق، يعني كتعلم الهضره. والحاجه اللي اكتشفت فيها هو انها حنينه، اكتشفت بان البنات حنين صراحه والله فري هي حنينه. زعما كنشوفها التعامل ديالها حيت ما عمرني ريحت في الدار وركزت معاها مزيان 100%. ايه في الحجر الصحي اكتشفت ان البنات راه حنين. الله يخليها لك. فكرنا في العمل مع ايهاب امير، شنو سر نجاح الاغنيه؟ ويمكن وهو دوينا على واحد الموضوع اجتماعي اللي تيعيشوا بزاف الناس، بزاف الدراري، بزاف الشباب، ولقى نجاح. يعني واحد الموضوع اللي حساس شويه. غادي نعاودو نشوفوك مع الفنان ايهاب امير؟ ممكن هو لحد الان دابا راه الصديق ديالي صاحبي يقدر مازال الاعمال كيفاش اتصل بيك تحت الحجر الصحي؟ اتصلتو هاتفيا؟ الصراحة أنا ما تكونيت في شي بزاف، مي كنهضر أنا وياه بزاف، كنت كنهضر أنا وياه بزاف، غير في الوقت ديال الحجر الصحي تكونسونتريت مع الرياضة عشان تريني في الدار، ومع الكتبة ما بقيتش كن اوكي. الجديد ديالك يعني كنت دابا كتوجد البوم تحت الحجر الصحي، الأغاني شنو هما موضوع ديال الأغاني اللي اختاريتي أنك ترابي عليهم؟ الصراحة دابا كاينين أغاني بزاف مسجلهم، اوكي،
كل واحد حتى تهضر على موضوع. لحد الان باقي ما اختارينيش ديس لي غنزوم لالبوم اللي غيكون داك زعما يكون هو البدايه. يعني كاين بزاف انا في هذا الالبوم راه ناقش كاع المواضيع كاملين دويت عليهم كنتسناو ان شاء الله غادي ان شاء الله. عطينا شي موضوع معين اللي فريمون تاثرتي منه من بين هذا الالبوم، شنو هو الموضوع اللي قريب لسبعاتون؟ وهي الاغنيه اللي كتبتها كا وئه هذيك هي الاكثر اللي زعما عجباني انا وحكيت في هذاك الشيء اللي كاين زعما غادي نقول لك. غنطلب منك قبل ما نخليك تختم بشي كلمه للجمهور ديالك، غادي نقول لك كورونا في كلمه واحده. اول حاجه الكلمه اللي غادي نقول للجمهور وهي ديروا ما امكن، ديروا ما امكن باش تحافظوا على راسكم باش تحافظوا على والديكم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الانسان يعيش حياه ديالو طبيعيه، ما يتعزمش وما يتستريساش مع شي، يتريني في الدار خلا واحد الهاشتاج كنت كنقول لك نقول لهم بقى في الدار عطا الله نيتا. المهم حاول دير شي حوايج اللي ما عمرك كنتي شي نهار عندك الوقت باش ديرهم ديرهم. والانسان يفكر في لافوني، حاول ما امكن انك تحتفظ على راسك باش تقدر تحافظ على الاسره ديالك ولا والديك ولا العائله ديالك. ثاني حاجه ما زعما ما تستريس ما والو، داكشي اللي كنتي كديرو ديرو في الدار. تريني، حاول دير شي حوايج اللي ما كانش عندك الوقت باش ديرهم، هذه هي الفرصه اللي فين دير بزاف الحوايج اللي ما كانش عندك الوقت فين ديرهم. تقرب من عائلتك ووالديك وهادي وان شاء الله غادي يكون غير خير ان شاء الله. خير ان شاء الله ان شاء الله. هادي غير ازمه وفيها ان شاء الله ان شاء الله. وكورونا في كلمه وهي هادي واحد الحاجه اللي جات غير تورينا الطريق الصحيح ان شاء الله. من فمك سيدي ربي شكرا بزاف سبعات على وقتك، شكرا على تقبل الدعوه. وزواق ولا بلا زواق؟ صراحه بلا زواق. سلام عليك، شكرا. باي باي.